جديد لبرنامج عالم الصباح. اليوم نحن وياكم التنين، بداية الأسبوع 28 تشرين الأول 2013. كنا عم نحكي كل الشهر عن المدارس، واليوم رح نحكي عن المدارس بالإضافة لقبل ما تروحوا على المدرسة شو لازم تتروقوا. ما عندكم أبدا عذر تقولوا ما معنا وقت نتروق. فينا نعرفكم اليوم مش على 3 أنواع، يمكن على 7 أنواع سريعة من الترويقة ممكن تحضروها وتاخدوها معكم تاكلوها على الطريق إذا ما عندكم وقت، بس لازم تتروقوا. الترويقة بتعطي نشاط وحيوية كل نهار، لأنه إذا ما تروقتوا بتصيركم تلقمشوا أكتر خلال النهار، نصاحة أكتر، ما في نشاط أكتر. بتخبركم كارلا شو لازم، ولكن هودي معلوماتي الشخصية اللي بتخبرنا يوهن دايما كارلا بفقرتها. كذا نوع من الترويقة رح أعرفكم عليها اليوم، وسؤال اللي سألتكم إيه على الفيسبوك وبتمنى كلكم جاوبوني. قبل ما يروحوا أولادكم على المدرسة شو بتتروقوا؟ مش بس أولادكم، أنتوا شو بتتروقوا؟ وإذا ما عندكم أولاد بيروحوا على المدرسة شو بتتروقوا مع أولادكم؟ كلكم شاركوني على صفحة الفيسبوك طبعا على هالبيج، انا بانتظار تعليقاتكم. صباح الخير كارلا. صباح الخير جوزيف. بس نفسر للمشاهدين ليش نحن قاعدين بجنينه اليوم، وهو لانه بدنا نلقط زملائنا بعالم الصباح. ممنوع ولا زميل يدخل للاستوديو من دون ما يكون اخذ وجبه الفطور. نحن اجينا معلومات سرية. نعم. وصلتنا اياها انه في كثير منكم ما عم بتروقوا ببيتهم، بدنا اياكم تتروقوا لتكونوا على الهواء نشيطين اكثر. صحيح. كمشيكم هون قبل ما تفوتوا على الاستوديو. واول شيء لانه جوزيف حرام بده يروح كمان هلا على الاستوديو يستقبل باقي الزملاء، بدنا نحضر لك، بدنا نعطيك ترويقه معك على السريع. طيب انا بدي اقول لهم يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك، عبر التويتر، وعبر طبعا الايميل، وفين يشوفوا فقراتنا futuretvnetwork.com. بس بدي اقول لكم شغله، انا رح اعبي صحن، ما ضروري تعملوا مثلي. اكيد لا، نطلع الصحن كبير. اكيد لا، بس لانه جوزيف بده يضاين كل قبل الظهر. من هيك جوزيف بدك تحضر ساج لك؟ يلا انا رح اترك الايباد هون، وانا رح احط لك شويه لبنه شويه جبنه كمان. هون في عنا قطعة بدك سخن لك اياها شوي. سخنها وبعمل وحده جبنه. او هيدي خلاص عمول الجبنه انت، بس هيك سخنها. وانا رح احط، خلص ما تحط كتير. كتير حطيت، مش الحال، معلش. يلا وهلا رح احط لك شويه. بدي سلم على شادي اللي ناطرني جوا. جاي لعندك شادي، انا جاي لعندك. صباح الخير شادي. جوزيف كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ اشتقت لي. كيفي كارلا؟ منيحه كارلا، حلو كثير. كيفك يا شادي؟ بهنيكم على هالفكره اللي بتعقد. ميرسي لك. انا كثير حبيت انه كارلا حطت لي بالصحن الصغير. ليه مش بالصحن؟ لاحظت. لا هيدول لانه قطع صغار. هلا بتعرف شو بدك تعمل؟ عمول شقفه توست مع لبنه. اوكي، رش عليها شوي زعتر. تكون زيرو فات. لا فيها تكون لبنه عادي. لانه بس لنقول للمشاهدين اللبنه اصلا ما فيها دهن كثير بقى، معلش. اذا مع زعتر؟ مع زعتر مش اطيب. انت مثل ما انت بتحب. بحط لك بيضه مسلوقه؟ لا لا، لكن انا ما بقدر اشرب حليب لانه ما بقدر اهضم الحليب. خلص، لكن اللبنه كثير منيحه. انا سالت هذا السؤال على الفيسبوك، في كثير من التعليقات قالوا انه حليب مع سيريال اغلبهم، او حليب مع موز. يعني الكل له، او جو مع شوكولا. يعني انا بدي اقول لكم هالانواع اللي هلا انتم قدامكم بتصور غنيه اكثر. هلا مش كثير مهم الحليب، ولكن الاغلب الحليب انه كانه ما جاي على بالهم في افكار ثانيه. هلا رح نعطيهم بقى كثير من الافكار اليوم. شادي ياخذوها معك. سمعنا؟ عندي شغلتين بس بدي اقول لك اياهم. ايه تفضل. اوكي، الشغله الاولى انه لكارلا تحضر لي الترويقه تبعيتي. حضري له الترويقه تبعيتي. تكرم عينك. والشغله الثانيه انه يا ريت اذا فيكم تخلوا جوزيف برا. ما بعتت لك اياه هلا. جاي لعندك، جاي لعندك شادي. بس رح احط لك كاسه قمح. كاسه قمح؟ ايه. لك هيدي رح اعطيها لشادي، انا بدي اخذ مالتي سيريال. مالتي سيريال، اوكي. اوكي. فيي؟ وانا رح احط لك كاسه قمح. يلا، انا وياكم رح ننتقل مباشره لنشوف شو في عنا اليوم فقرات وضيوف بهالفيديو. عالم الصباح بيتابع ملف العودة للمدارس ومشاكل التعليم بلبنان، وبتبدأ فقراتنا مع كارمن والأبراج. بعصحة السلامة ريوة بتتلقى اتصالاتكم وبتجاوب على الإيميلز. بخفيف نظيف كارلا بتعرفنا على 3 أنواع ترويقات صحية بتتناسب مع نوعية حياتنا. وقفة خاصة مع دكتور ألفريد كرم وبروبيوتيك بلس. كيندا بتتلقى اتصالات المشاهدين وبتجاوب على الأسئلة بأرض وورد. أهمية التواصل بين الأساتذة والتلاميذ بتناقشوا مايا بولاد بالدنيا. آخر أخبار الفنانين والمشاهير مع ميلاد بناس وناس. تانيا وميلاد بيجتمعوا سوا ليستقبلوا ضيفة مميزة بخلينا نحكي. ورشة ملح مع الشيف شادي على المفتول. بالفاية عطول
هيدي ريوة وصلت لعنا قبل ما تفوت ريوة على الاستوديو كمشناكي كمشناكي ريوة لتيجي تتروق معنا عندها وقت ريوة بتخيل ترويقتها خفيفة تخيل هيك بعتقد ما عندك وقت بدي تركض على الهوا هلا رح اعطيكي على السريع شيء كثير سريع اوكي اذا بتحب بتحب الصفوف ايه اوكي اوكي رح نحط قطعه صفوف بس لحتى يكون كامل رح احط لك على صغير لانه قليل رح بدي نحط تمر ظلمتيني يعني هيك الصحن صغير ما بخسه فاضي بنحط تمر اوكي كثير منيح حبه تمر واذا بدك بنحط شويه سيريال او في اخذ او اكيد فيك مشمش كمان هي بيطلعوا لنا تقريبا حصه فواكه وبس كثير قليل هيك بركي بنحط لك توستك على السريع طيب مع لبنه يلا توست مالتي سيريال ولا هيدا بدك عبي مالتي سيريال عبي وانا بحط له لجوزيف الأمة هولا شادي رح اوه ابو زوز عم يعمل لي التوست عم يعمل لي يالي كثير منيحه مع زعتر؟ كمان اصلا اجمالا انا هيك بتروق كثير منيح ايه؟ يعني هلا انت صار في عندك شيء جاهز ايه؟ بين النشويات اللبنه والفواكه ايه؟ جوزيف هيدا لشادي حاخذ له معي اذا بدك تزيد شوي لا صفى مش الحال بجننوا انا بدي اقول للمشاهدين انه رح ننتقل نحن وياكم تباعا لعند كارلا وتشوفوا مين رح يتروق ولكن هلا رح ننتقل لعند كارمن والابراج لحركات الكواكب وعلم الفلك خليكم معنا يوم الاثنين 28 اكتوبر تشرين الاول القمر بعده مرافقنا من برج ناري برج الاسد الاجواء بعدها جيده للابراج الناريه مواليد برج الحمل الاسد وايضا مواليد برج القوس كيف رح بيكون هالنهار البدايه مع برج الحمل بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل بعد الحظوظ جيده هنالك بعض التقدم هنالك بعض النجاح هنالك دعم بالنسبه لك مصالحه عائليه ومع احد الاحبه اليوم بيمشي الحال وبعتبر المولود الاكثر حظا بعده مولود 10 11 و 12 نيسان ابريل بننتقل لبرج الثور حاول مولود برج الثور انك تتجنب يصير في ازمه ورطه او مشكل يمكن طباعك اليوم شوي صعبه مشكلجي او نوعا ما هادئ لكن شيء يستفزك بسرعه طول بالك عد للعشرة وللعشرين بكره افضل بكتير وبعتبر المولود الاكثر تعبا اليوم هو 23 ل 25 نيسان ابريل ننتقل لبرج الجوزاء بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم نهار بيسمح لك انك تبادر بيسمح لك انك تتواصل مع الاخرين تقوم بزيارات تروح وتجي وتقدر فعلا تكتب افكار كتير حلوة عندك قدرة للتعبير عن الذات بشكل واضح جدا نهار في شوية عجقة فحاول انك تنظم وقتك وافكارك اما بالنسبة للمولود الاوفر حظا نسبيا هو 30 و 31 ايار مايو ننتقل لبرج السرطان مولود برج السرطان نهار جيد جدا لكن اليوم يمكن يكون كريم اكثر من المعتاد يمكن اليوم بتبالغ شوي بالثقه اللي بتعطيها للناس وبتندم بعدين لانه الشخص اللي اعطيته الثقه منه مؤهل لها الاجواء اليوم يمكن تحمل لك ربح تقدم واخبار ساره جدا وبعتبر المولود الاكثر حظا 12 و13 تموز وبدنا نضيف لهم 5 و6 تموز يوليو ننتقل لبرج الاسد بالنسبة لبرج الأسد القمر بعده ببرجك وكأنه عم بيقول لك حان الوقت لحتى تقطفها على الصعيد الشخصي لحتى تاخذ قرار لتغير لتصحح مسار نهار جيد جدا للمبادرة نهار معقول يحمل لك خبر انفراج لمسألة عالقة العلاقة فيك أو ببيتك وبعتبر المولود الأوفر حظا هو مولود 1 2 و3 آب أغسطس بننتقل لبرج العذراء مولود برج العذراء ما تزعل إذا ما في شيء زبط مثل ما أنت بدك لأنه الوقت نوعيته اليوم هي تريث ترقب وانتظار مراوحة مكان طول بالك وانتبه وحد جرب بقدر المستطاع تحد من الخسائر انطور لبكرة وبعد بكرة لأنهم يومين رائعين بيبقى المولود الأكثر تعبا اليوم 30 31 آب أغسطس 1 و2 أيلول سبتمبر كونوا كلكم حذرين ننتقل لبرج الميزان مولود برج الميزان نهار كتير حلو لحتى تتعاطف مع الآخرين نهار كتير حلو لحتى تكون بتشارك بحفلة تشارك بمؤتمر باجتماع بلقاء معين نهار كتير حلو أيضا فقط لحتى ترفه عن نفسك نهار جيد لحتى تطلب مساعدة لأنه اليوم بلبوا الطلب وبيبقى المولود الأوفر حظا نسبيا 12 13 14 أكتوبر بنكمل مع برج العقرب
بالنسبة لبرج العقرب نهار اليوم متقلب مثل طباعك، فقط لأنك متوتر وعارف أنه الامتحان يلي عم بتعيشه شوي صعب. بجميع الأحوال هلأ الوقت لإلك، مطلوب منك تكمل تثابر وما تتراجع. يمكن يكون في أمر بيتعلق بأحد الوالدين، فكمان مطلوب منك تكون جاهز للمساعدة. وبعتبر المولود الأكثر حظا من مواليد برج العقرب نسبيا 12-13 نوفمبر، أما الأقل حظا 5-6 نوفمبر تشرين الثاني. منكمل مع برج القوس. مولود برج القوس ما تأجل لليومين المقبلين لأنهم صعبين، بيمتحنوك كتير مش شوي. اليوم نهار بتقدر مثل ما بيقول المثل تضرب الحديد وهو حامي. الأجواء جيدة دعمتك، في انفراج وفي نجاح، بعض النجاح. ما تقوي قلبك كتير، لكن على الأقل اليوم في نجاح أكثر من غير يوم آخر متبقي بهيدا الشهر. وبعتبر المولود الأوفر حظا نسبيا 13-14-15 ديسمبر كانون الأول. منكمل مع برج الجدي. بالنسبة لك مولود برج الجدي، نهار اليوم مختلف بنوعيته، لأنه اليوم في مسايرة، لأنه اليوم في شغل على ورقة على مستند، بدك تشتغل، بدك لاحق عملك، بدك فعلا تقرر أنت أنه ما تاخد قرار بمشكل بخلاف أو ببعد. اليوم ضروري أنك تلاقي القاسم المشترك ليقربك من الآخرين، حتى ولو كلفك الأمر أنك تعتذر أو تتراجع. بيبقى المولود الأوفر حظا يلي عنده نشاط وقدرة وحيوية أكثر من غيره 30-31 كانون الأول ديسمبر، 1-2 كانون الثاني يناير. منكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو انهار صعب، عواصف فلكية معقول تسبب لك مشاكل أو أزمات. طول بالك، عد للعشرة وما توقع ضحية الاستفزاز. مثل ما قلت لك امبارح، انهار متوتر معقول يصير فيه خصومة، عداوة أو فعلا قطيعة وجفة. وبعتبر المولود الأكثر تعبا هو 2-3 شباط فبراير. نوصل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت الشغل اليوم طويل، برنامجك اليوم يعني جدول أعمالك طويل جدا، متعب بعض الشيء ويمكن تتأخر نتفة، لكن من المستحسن أنك تعجل تبادر وتسأل تطلب مساعدة لحتى ما تأجل شيء لليومين المقبلين لأنهم أصعب. حاول تنتبه لصحتك اليوم. وبعتبر المولود الأكثر حظا 10-11 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة كتير مهمة، سنة معقول تحطك بموقع كتير مهم ترفع من شأنك، كما أنه إذا منك جاهز معقول احتمال أنه تفشلك. نوفمبر أدار مارس، تموز يوليو هني أفضل أشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. كتار منكم، أنا رجعت لقيتكم باستوديو، بعد شوي رح نرجع عند كارلا. كتار منكم عم بيقولوا لي إنه ما بيتروقوا، وكتار بيقولوا بياخذوا الحليب مع السيريال، وكتار منكم بس اللبن أو اللبنة أو فنجان قهوة مع بسكوي، يعني منهم ما بيتروقوا. أنا بتمنى اليوم تاخذوا الفكرة كيف لازم تتروقوا على السريع، لأنه الترويقة كتير مهمة. بعدني بانتظار كمان كل تعليقاتكم على الفيسبوك، شو بتحضروا ترويقة قبل ما يروحوا ولادكم على المدرسة، أو أنتم كمان شو بتتروقوا الصبح؟ رح أتواصل أنا وياكم عبر هالصفحة. لكن المشاهدين بريك قصير، وبعدها منعود نحن وياكم مع اتصالاتكم المباشرة ومع روى بفقرة عصحة السلامة.